السلام عليكم أعزائنا الطلبة، نأتي إلى الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في موضوع الماس ترانسفير أوبريشن ديفيوجن إن غازز. موضوعنا هو ديفيوجن ثرو varying كروس سكشن أريا. تم التطرق سابقا في الجزء الأول من هذه المحاضرة الثالثة إلى موضوع في حالة إذا كان عندنا تغير في ارتفاع السائل نتيجة حدوث الانتشار. الجزء الثاني من هذه المحاضرة الثالثة هي عبارة عن في حالة إذا كانت هنالك تغير في الكروس سكشن أريا للوعاء الذي يحتوي على المائع المعرض إلى الانتشار. هذا التغير في مساحة الكونتينر، في مساحة الوعاء اللي يحتوي على المائع اللي ينتشر، يؤدي إلى تغير في مساحة المائع الموجود به اللي هو ده يحصل عليه الانتشار. هذا يأثر عليه شنو؟ يأثر على اللي هو المسافة أو الزيت. كل هذا راح يتحول إلى موضوع ثاني، معناتها راح يتغير عندي الفلكس ماتي نتيجة تغير المساحة. معناتها راح نربط هسه قيمة الفلكس أو الريت أوف ديفيوجن أو الريت أوف إيفابوريشن أو الريت أوف ترانسبورت مع ويامن مع المساحة. المساحة عادة منين تجي طلاب؟ تجي من المسافة اللي احنا أخذناها سابقا اللي هي الزت. هالمرة الزت هنا راح تتغير أو نعوض عنها بدلالة المساحة. زين، شلون نربطها؟ عادة كل المحاضرات السابقة قيمة الفلاكس احنا من حسبناها اخذنا، انتبهوا على هاي الملاحظة، اخذنا بنظر الاعتبار بانه المساحة تكون ثابتة. المساحة اللي يصير بيها للمادة اللي تنتشر هي ثابتة. هنا بما انه المساحة مال الوعاء اللي يحتوي على الماء اللي دا يحصل به الانتشار متغيرة، وبالتالي فان معناتها قيمة الفلاكس تتغير بتغير المساحة. قيمة الفلكس تتغير بتغير المساحة. فهذا إذا الناس لازم نأخذه بنظر الاعتبار، هذا التغير بالشغل مالتنا، هذا التغير بالشغل مالتنا. سابقا كنا ندرس قيمة الـ NA اللي هي NA، هاي الـ NA داش، صح احنا كنا نرمز لها NA، بس هنا أنا بما أنه أكو تغير بالمساحة معناتها احنا سابقا كنا ندرس الـ NA داش، غيرنا رمزها إلى NA داش وقسمناها على الـ A اللي هي الكروس سكشن أريا، قسمناها على الـ A اللي هي كروس سكشن أريا هاي، فظهرت لنا قيمة الـ NA اللي هو الفلكس. قيمة الـ NA، هاي الـ NA الموجودة هي معناتها الفلكس عندما تكون هي غير ثابتة نتيجة عدم ثبوت المساحة، نتيجة عدم ثبوت المساحة. وبالتالي هسه هنا طلاب من راح ندرس الـ NA اللي هي هاي الـ NA، صح هو نفس الرمز للمحاضرات السابقة، بس هاي الـ NA هنا في حالة إذا كانت المساحة غير ثابتة. أما الـ NA السابقة اللي كنا ندرسها هي هاي الـ NA اللي هي الـ NA داش، اللي هي عندما كانت المساحة ثابتة فالـ NA كنا ندرسها هي أصبحت هنا NA داش. أقسمها على الكروس سكشن أريا راح أحصل على الـ NA اللي هي غير ثابتة نتيجة تغير المساحة. راح ناخذ 2 cases طلاب، راح ناخذ حالتين للتغير، راح ناخذ حالتين للتغير. الحالة الأولى، في حالة إذا كان عندنا نوع الديفيوجن يحدث في حالة السفير ماتيريال، في حالة إذا كانت المواد اللي يصير بها الانتشار هي شكلها سفير، في اللي هي شكل كرة. الحالة الثانية راح ندرسها في حالة إذا كان المائع الموجود ضمن وعاء اللي هو من نوع الكونيكال فيزل، وعاء من نوع الكونيكال. فحنبدي حالة حالة وراح ندرس الميكانيكية مالتها والمعادلات اللي تستخدم لإيجاد قيمة الفلكس. عندنا شكل بالحالة الأولى اللي هي في حالة السفير. أيضا ندرس الحالة في حالة إذا كانت المادة هي دا تنتشر، في حالة المادة الـ A هي اللي تنتشر في المادة B، بس الـ B هي ما تنتشر في المادة A.
نلاحظ الموجود هنا هذا الشكل الموجود هو السفير. قلت لكم الحالة الأولى راح ناخذها سفير. السفير القطر الابتدائي مالته هو R small 1. هذا هو قطر السفير الابتدائي قبل حدوث عملية الانتشار. بعد حدوث عملية الانتشار ايش راح يصير بالكرة؟ راح يصير القطر مالتها راح يبدي يصغر، لأنه دي يصير بها انتشار القطر مالتها راح يبدي يصغر. التركيز اللي هو نتيجة التركيز اللي دي ينتشر وين راح تكون؟ نقول على مثلا ذرات أو جزيئات المادة السفير اللي دي تنتشر، تنتشر بالجو، لأنه السفير هاي موجودة بالجو معرضة إلى الجو، راح تنتشر بالجو. مثل ما قلنا كونستريشن كتركيز هو ثابت، لأنه هو دا نحكي على محيط، يعني محيط احنا نعتبره واحد، فالجزيئات مال المادة اي تنتشر بالمادة بي هي ثابتة كونستريشن. بمرور الزمن الار اللي اقصد بها هنا مثلا دايميتر، او نصف القطر هو ار بس دا اقصد هنا كدايميتر، لان احنا راح نربط الكروس سكشن اريا المساحة اللي تتغير مع الدايميتر، او الار اذا تريدون حسب الرسم. هنا الار اللي هو نصف القطر دا نلاحظ بانه الار دا تقل، الار هي دا تقل كحجم، بس بالحقيقة الار هي دا تزداد. الار النهائية او بمرور الوقت صح هي النصف القطر ككرة كسوليد هي دا تقل، بس عادة احنا الار اللي هي مال عملية الانتشار دا يصير بالكرة راح نعتبرها هي دا تزداد. ليش تزداد؟ لان نعتبرها هي دا تلاحظون هنا الرسم اللي موجود، شوفوا هذا كقطر الكرة دا يزداد، لانه التركيز الذرات مال المادة اللي دا تنتشر دا تروح بالجو. اعتبرنا الار مالتها بانه هي دا تزداد، هي شنو دا تزداد، لانه اعتبرناه كسيستم واحد كنظام، يعني من دا تنتشر الكرة الجزيئات صح دا تروح هذا بالجو، هيش دا تروح بالجو على شكل نعتبره هو شنو، نعتبره كمن شكل المادة، بس هي كقطر مادة صلبة هي دا تقل، بس كجزيئات دا تنتشر بالجو ضمن المحيط اللي موجود بها، فاعتبرناها بأنه هي تبقى كسفير، فالآر مالتنا دا تزداد ضمن المحيط. هذا بالنسبة للآر. إذا الآر دا تتغير مع تغير الزمن نتيجة حدوث الانتشار. مثل ما قلنا بأنه المادة هي الصلبة دا تنتشر بالجو، بس الجو طبعا يعني الاير ما ينتشر في داخلها، فنعتبرها هي يا ميكانيكية، نعتبرها الميكانيكية الثانية اللي راح ناخذ هاي المعادلة، بس ما راح ناخذها المعادلة النهائية، وإنما ناخذها المعادلة اللي هي بهذا الصيغة اللي هي البارشل بريشر فانكشن اوف زد. ليش؟ لأنه قلت لكم هاي المعادلة سابقا كنا نستخدمها بسبب أنه الكروس سكشن اريا ثابت، بس هسه عندنا متغير. وين دي يتغير؟ وين دي يأثر؟ هي على قيمة الزد. وين دي يأثر؟ هو على قيمة الزد. فالزد هذا اللي موجود بالمقام، فلازم أنا شنو هذا الزد الموجود بالمقام اللي أشر عليه، هذا الزد لازم أغيره لأن دي أشتغل على سفير، فالزيت هو يستخدم كمسافة للسطوح المستوية، فإن لازم أغير الزيت بدلالة الدايميتر أو نصف القطر. شلون أبدي أغيره؟ وهو أصلا شنو التغيرات اللي عندنا؟ أرجع المعادلة قبلها، مثل ما قلنا الفلكس في حالة إذا نت كونستانت غير ثابتة هي عبارة عن الفلكس كونستانت أقسم على كروس سكشن أريا. أوكي؟ الكروس سكشن أريا بما أنه دا أشتغل على سفير، شو يساوي لنا المساحة؟ 4 باي ار تربيع، 4 باي ار تربيع. هذا كله، هذا ال ان اي داش على 4 باي ار تربيع، وين اعوضها؟ اخذه اعوضها وين؟ اجي اعوضها هنا، لانه هاي هي للفلكس الغير ثابت نوت كونستانت. من اجي اعوضها هنا راح يصير عندي الفلكس منتظم، راح يظهر بدال ال ان اي راح يظهر شنو؟ NA داش. فمعناتها راح أبدي هسه راح أخذ المعادلة وأعوض عنها بما يساويها بالـ NA داش. أوكي طلاب، فصارت المعادلة
بهاي الصيغة، فصارت المعادلة بهاي الصيغة. بس قبلها أبدي أعوض، راح أبدي ترتيب على مود قبل ما نعوض كل شيء بنفس الوقت. الـ NA اللي موجودة هنا راح أخذ المعادلة قبل ما أعوضها بالأريا، هاي المعادلة طلاب خل أعيدها على مود تكون صورة واضحة قدامكم. راح أخذ هاي المعادلة، هاي المعادلة اللي هي في حالة سابقا كنا ناخذها الـ NA constant، اخذها ارتبها اسويها بهالمعادلة. شلون ارتبها اقصد بيها؟ الـ NA الموجودة هنا بالطرف الايسر من المعادلة بقيها، اجيب الحد الموجود بالطرف الايمن من المعادلة، الـ NA مضروب في الـ P على P total، اجيبه بالطرف الايسر من المعادلة، وبعدين اخذ الـ NA عامل مشترك فصار بهالصيغة. اوكي، ارجع اكمل ابقي الـ NA هاي، فصارت المعادلة هي هاي المعادلة اللي راح ابدي ارتب عليها، راح ابدي ارتب عليها. شنو ارتب؟ ايش تحتاج هي ترتيب؟ عندكم اول شيء قلنا الـ NA، هاي الـ NA هي شنو؟ هي سابقا كانت ثابتة كـ Cross Section Area، المساحة كانت ثابتة، بس هنا دا نشتغل غير ثابتة، فأني لازم أعوضها كثابتة. وين آخذها؟ أجي آخذ الـ NA، شو أقول؟ هاي الـ NA، الـ NA يساوي NA داش على الـ Area، والـ Area هي شنو؟ 4 باي R تربيع، فلهذا لاحظوا هنا تحولت الـ NA إلى بهالصيغة، هاي رقم واحد غيرناها. الرقم اثنين شو غير؟ الرقم اثنين شو غير؟ الموجود في الأسفل، الحد الأخير من المعادلة الموجود في الأسفل هي شنو موجود؟ أكو شنو عندي؟ أكو ديزت، هذا الديزت، هذا الديزت لازم أحوله إلى نصف القطر أو الدايميتر، لأن دا أشتغل ويا سفير، وبالتالي الديزت بس أشيل الديزت أخليه R. ليش خليته R؟ على مود أربطه ويا الـ A اللي موجود بالكروس سكشن أريا اللي هسه أشرت عليها، لأن أنا دا أشتغل سفير. أوكي طلاب، راح أسوي عملية هسه، إيش راح أسوي؟ راح أسوي عملية variable separation وترتيب، وراح أبدي أكامل الـ R أكامله من R1 إلى R2، والـ P أكامله من PA1 إلى PA2. يعني الـ R هذا يحتاج تكامل من R1 إلى R2، الـ R1 أقصد به الـ R الأصلي قبل ما يصير عملية انتشار، والـ R2 اللي هو الـ R النهائي، إيش قد صار عندي قيمة الـ R2، والـ R2 دائما تكون أكبر من الـ R1. مثل ما قلت لكم، هو صح عملية انتشار، صح عملية انتشار، والـ R2 هي الحالة بعد عملية الانتشار، بس الانتشار أقصد بها ما باوع على السفير كمادة صلبة، أنا أباوع على جزيئات انتشرت بالجو، معناتها كشكل للجزيئات راح تنتشر أيضا، تكون على شكل سفير، تنتشر بالجو مثل تكبر السفير. أما هذا أول شيء بالنسبة للتكامل. أما نجي هسه على شنو؟ على قيمة الـ PA، قيمة منو؟ الـ PA. الـ PA هنا أنا طلاب، الـ PA من تلاحظ الـ PA، هذا الـ PA، الـ PA هذا هسه أجي أكامله طبعا ورا هذا ويا الـ PA الموجود بالمقام، فحدود التكامل ما تكون من PA1 إلى PA2، فظهر لاحظنا ظهر آخر المعادلة اللي هو لين P total ناقصا PA2 ناقصا على P total ناقصا PA1، فصارت عندنا المعادلة بالصيغة اللي موجودة بأسفل الورقة. فالمعادلة اللي تستخدم هسه صارت المعادلة النهائية اللي تستخدم لحساب الفلكس في حالة إذا عندنا تغير بالكروس سكشن أريا بالنسبة إلى الحالة مالتنا سفير، فتستخدم هاي المعادلة اللي موجودة في أسفل الورقة، موجودة في أسفل الورقة. لاحظ بأنه تحتوي على R1، طبعا تحتوي على NA داش اللي هي الفلكس ثابتة constant، R1 بالأسفل، R1 و R2، الـ R1 اللي هو نصف القطر للسفير قبل عملية الانتشار، والـ R2 اللي هي نصف القطر للسفير بعد عملية الانتشار، ودائما الـ R2 هي تكون أكبر من الـ R1.
مثل ما نعرف الـ DAP والـ R والـ T والـ Total Pressure هي ثوابت، وراها شنو عندنا؟ وراها عندنا اللين، اللين يحتوي على P Total ويحتوي على شنو؟ على PA2 والـ PA1. مثل ما نعرف هو الـ PA1 هو الـ Partial Pressure للمادة المنتشرة قبل عملية الانتشار، والـ PA2 هي اللي هي الـ Partial Pressure للمادة A اللي هي بعد عملية الانتشار. طلاب، نكمل بهذا السلايد بعض الملاحظات المهمة اللي نقدر أن نختصر من المعادلة اللي أخذناها بالسلايد القبلة. في حالة إذا كان الانتشار والجزيئات راح تنتشر إلى مسافة بعيدة عن السفير اللي جت من عندها هاي الجزيئات، معناتها القطر راح يكون القطر رقم 2 الـ R2 يكون أكبر بكثير من الار الاصلي اللي هي قبل ما يصير بها عمليه الانتشار. فالطرف الايسر من المعادله لاحظتوا بانه 1 على ار 2 موجود، مو اكو 1 على ار 1 موجود ناقصا 1 على ار 2، فمعناتها الار 2 كلش كبيره، فواحد على مقدار كلش كبير فمعناتها حيكون هذا المقدار قيمته صغيره جدا، فنقدر احنا نعتبر قيمتها صفر. فتتحول المعادله السابقه الى هاي المعادله، الى هاي المعادله. فنقدر احنا نختصر من المعادلة السابقة بحذف الحد اللي يحتوي على 1 على R2 عندما فقط يكون الـ R2 قيمة جدا كبيرة، قيمة جدا كبيرة. فهاي المعادلة او نستخدمها، هاي الملاحظة الاولى. اما الملاحظة الثانية، في حالة اذا كانت قيمة الـ Partial Pressure الاول PA1 قيمة جدا صغيرة مقارنة مع التوتال بريشر، مقارنته مع التوتال بريشر، فمعناتها اللوج المين بارشل بريشر، اللوج المين بارشل بريشر راح يساوي لنا هنا مو بي 1 وانما بي توتال. هاي انتبهوا عليها وصلحوها طلاب. التوتال اللوج المين حيساوي لنا التوتال بريشر. اذا معناتها اذا كان البارشل بريشر قيمة كل صغيرة مقارنة مع التوتال بريشر، مع ذلك اللوج المين بارشل بريشر راح يساوي لنا التوتال بريشر. فنرجع على المعادلة اعلى، راح نكمل كاختصارات بالمعادلة. فالتوتال اللوج المين الموجود هنا، هذا اللوج المين هذا حيساوي توتال بريشر، راح يختصر ويا من؟ ويا التوتال بريشر الموجود هنا، يختصر ويا التوتال بريشر الموجود هنا. هاي رقم واحد. نقدر وراها نختصر من الراديوس الار واحد اللي موجود بالطرف الايمن من المعادلة مع الراديوس الموجود بالطرف الايسر من المعادلة، ونقدر عاد نبقت هاي التحويلات بكيفكم. يعني اقول الدايميتر هو من هو الدايميتر، الدايميتر يساوي لنا 2 ار، ونقدر نبقي الار مثل ما هي. فبقت هاي التحويلات تقدرون انتو ترتبون حسب المعطيات مال السؤال الى ان نحصل على المعادلة النهائية. هاي المعادلة النهائية لحساب الفلاكس، هاي المعادلة النهائية لحساب الفلاكس في حالة إذا كان عندنا شنو هنا، طبعا NA داش، العفو أي NA داش. هاي المعادلة تستخدم في حساب الفلاكس في حالة إذا كان عندنا النوع المادة اللي تنتشر هي شنية؟ سفير. المادة اللي تنتشر هي سفير، والنوع مالتها غاز أو سوليد أو لكود العفو. فهاي المعادلة يمكن أن تستخدم في حساب الفلاكس في حالة إذا كانت الطور مالتنا غاز أو سوليد. أوكي؟ نقدر هاي المعادلة نبدأ نرتب بيها، مرة نريدها للضغط، مرة نريدها للكونسنتريشن. إذا الضغط أكثر شيء تستخدم للغازز، concentration يستخدم للليكويد. فالمعادلات تقدر هي موجودة بالأسفل اللي هي ضمن هذا المستطيل. هاي المعادلات ترى هي نفس المعادلة على، بس نغير بالconcentration، مرة نحتاج الconcentration مرة نحتاج الضغط. هيجي شلون نحول الضغط عن الconcentration؟ هي باستخدام القانون العام للغازات، لأنه C شي يساوي إن الconcentration هو P على R في T. أشيل الconcentration أخلي بداله P على R في T،
واطلع الار والتي اطلع خارج القوس كعامل مشترك بيناتهم، فتحولت المعادله بدلاله الجازز او المعادله بقيها بدلاله الكونسنتريشن وهكذا. هي كل هالمعادلات هي نفسها، بس هاي عندنا احنا التغييرات نقدر احنا نسويها، مره نغير الراديوس الى دايميتر، مره نغير الكونسنتريشن الى براجر او البراجر الى كونسنتريشن باستخدام القانون العام للغازات. هذا كله احنا مخيرين اي معادله انتم تقدرون تستخدموها. فهاي هي المعادلات طلاب لحساب مثل ما قلنا الفلكس في حالة إذا كانت المادة تنتشر هي من نوع السفير كرة. أوكي طلاب، الآن طلاب عندنا هذا الاكزامبل فتطبيق على القانون أو الميكانيكية راح نستخدمها في حالة إذا كان عندنا سفير. الاكزامبل يقول بانه عندنا سفير من نوع اللي هو النفثالين، القطر الداخلي مالته هو 2 ملم. هذا النفثالين السفير هي معلقه بالجو بحجم كلش هوايه، معناتها معرضه الى الجو. درجه الحراره مال الهواء هو 318 كلفن وضغط 1 × 10^5 باسكال. درجة حرارة السطح هاي السفير هي مثل نفس درجة حرارة الجو اللي هي 318. بما انها معلقة بالجو راح تبدي تتبخر. الفيبر بريشر مالتها هي 0.5 ملم زئبق. الدي اي بي اللي هو ثابت الانتشار او الديفيوزيبيتي للنفثالين اللي بالهواء وبدرجة حرارة 318 معطينا 6.9 × 10^6 متر تربيع بير سكند. المطلوب حساب معدل التبخر rate of evaporation، معناتها شنو؟ قيمة ال NA الflux of evaporation of naphthalene at the surface، دا يريد قيمة الflux. معطينا بأنه هو هنا بالسؤال معطينا قيمة ال R اللي هو الثابت. بما أنه احنا قلنا طلاب بما أنه هو سفير، فإذا نستخدم هاي المعادلة، نستخدم هاي المعادلة اللي هي نفس المعادلة للسفير. هاي المعادلة أخذناها هي في حالة قلنا بما أنه هي معرضة للجو، فرح نستخدم الملاحظة رقم 1 الـ R2 كلش كبير مع مقارنة مع الـ R1، فيهمل قيمة الـ R2 وهو أصلا مذاكر أن قيمة الـ R2 إيش قد راح يكون قطرها بعد عملية الانتشار، وبما أنه هو معرض للجو فأكيد حيكون قطر المادة جزيئات المادة راح تنتشر بالجو بمسافات كبيرة، فمعناتها راح نقدر نهمل قيمة الـ R2. أوكي؟ المطينة بالسؤال قيمة الـ partial pressure للمادة A مطينة قيمتها بالمليمتر الزئبق، فالـ PA1 راح أحوله هنا إلى باسكال، راح أحوله إلى باسكال لأنه من ضمن المعطيات مال السؤال قيمة الـ R بالباسكال، قيمة الـ R بالباسكال، هاي رقم 1. وأيضا بعد إيش مطينا بالباسكال؟ مطينا التوتال بريشر أيضا بالباسكال، فراح أحول قيمة الـ PA1 بالباسكال. من حولت قيمة الـ PA1 بالباسكال، هنا أقدر أستخدم الطلاب، أحاول أستخدم الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية شو تقول؟ إذا كانت قيمة الـ PA1 أصغر بهواية من التوتال بريشر، معناتها اقدر استخدم اقول اللوجن من بارشل بريشر تساوي التوتال بريشر. زين، ايش قد طلعت قيمه ال بي اي 1؟ طلعت قيمه ال بي اي 1 شوفوا هنا 73 باسكال. اقارنها ويا من؟ اقارنها ويا التوتال بريشر. التوتال بريشر اللي مطينا اياها 1 × 10^5 باسكال، شوفوا هنا 100,000 وهنا 73. 100,000 لان 1 × 10^5 باسكال اللي هو توتال بريشر، والبي اي 1 هي 73، مع ذلك بانه قيمه البي اي 1 كلش كبيره مقارنه مع التوتال بريشر، فمعناته اقدر اقول اللوج المين بارشل بريشر يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا التوتال بريشر، يساوي التوتال بريشر. ارجع اعوضها بالمعادله، فراح اقدر احذف اللوج المين بارشل بريشر ويا من؟ ويا التوتال بريشر، فصير المعادله بهاي الصيغه.
فصير المعادلة بهاي الصيغة. هاي المعادلة شوفوا شلون كانت المعادلة طويلة، حولتها إلى هاي المعادلة. أوكي، بهاي المعادلة أنا شو أحتاج؟ أحتاج قيمة الـ DAP مطيني إياها، أحتاج قيمة الـ R مطيني إياها، أحتاج قيمة الـ T مطيني إياها، أحتاج قيمة الـ R1 مطيني إياها، والـ PA1 مطيني إياها، وبعد ما حولتها إلى باسكال. كل شيء متوفر عندي، مع ذلك أنا شو راح أسوي؟ راح أعوض بالقانون، راح أوجد قيمة الفلاكس اللي هو هذا. هذا هو الناتج النهائي لإيجاد قيمة الفلاكس في حالة إذا كان عندنا سفير. فهنا بهذا السؤال قدرنا أن نستخدم الملاحظات الاثنين اللي طرحنا إياها أو لطعنا إياها كفد أدفانتج إن على مدى نقلل من القانون المعطاء إن لحساب قيمة الفلاكس في حالة إذا سفير. فد ملاحظة تكمل للسؤال في حالة إذا تكمله، إذا إحنا طالب من عندنا if it is required to find the partial pressure، إذا طلب من عندنا حساب ال partial pressure للسفير after بعد مرور يعني مرور وقت معين أو مرور أيضا مسافة معينة، يريد إشقد بعد مسافة إشقد يكون ال partial pressure مال المادة. دائما طلاب تذكرون بالجزء الأول والثاني من الميكانيكيات بأنه يربط البارشل بريجر الثاني اللي هو أي بارشل بريجر اللي يريده من عندنا حسابه، لأنه قلت لكم معناته يقصد به PA2 يحسبه ويا من ويا الزت، يربط الديستريبيوشن ذات تذكروه PA2 ويا الزت. هنا نفس الحالة يريد، هنا ما يربط الـ partial pressure الـ PA2 ويا الـ Z، احنا نربطها هالمرة ويا من؟ ويا الـ R2، يربط الـ partial pressure رقم 2 ويا R2. فهنا ايش راح يسوي؟ راح نبدي نربط. فالمعادلة الأساسية مالتنا هي هاي الموجودة بالأسفل الصفحة. هنا ايش يقصد بيها؟ فهاي هي المعادلة الأساسية. فيريد إيش قد حيكون قيمة البارشل بريجر هذا PA2 دا أشر عليه، هذا إيش قد راح يكون عند مرور مسافة قطرية أو حصول مسافة قطرية أو نصف القطر بالنسبة للسفير. يعني أنا المفروض بهاي المعادلة من أريد أحسب PA2، من أريد أحسب PA2 هاي PA2 دا أشر هسه عليها، المفروض من أريد أحسبها كحساب جديد هو لازم يعطيني ايش قد حيكون ال R2، لازم يعطيني ايش قد قيمة ال R2 قطرها المسافة اللي راح توصل بيها المادة بعد الانتشار، ايش قد حتكون ال partial pressure مالتها عند تلك المسافة. فلازم المفروض اني كل شيء متوفر عندي، هو كل شيء متوفر عندي بالسؤال، حتى الـ NA الموجودة هاي دا أشر عليها أنا أقدر منين أجيبها؟ أجيبها من اللي هي نفسها الـ NA اللي حسبتها بهذا الجزء. فكل شيء توفر عندي فأنت أقدر أحسب قيمة الـ PA2. هاي فد ملاحظة تكون عندكم فد فكرة من يطلب من عندكم هذا النوع من الأسئلة. طلابوا بهذا الجزء قد أنهينا الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة، يكون حاولنا أن نعطي جميع المعلومات والملاحظات حول هذه الميكانيكية. إن شاء الله بالجزء الثالث من المحاضرة الثالثة راح نأخذ في حالة إذا كان هنالك تغير في المساحة. وشكرا جزيلا للجميع.